ومن أشهر لعنات الأرواح المعذبة خلينا أقولك لعنة ألكساندر كامبل. نروح لبنسلفانيا ولحظة إعدام ألكساندر كامبل، وتحديدا قبل 150 سنة، ومع غروب شمس يوم السبت وداخل سجن مدينة بنسلفانيا، كان بيتم تجهيز غرفة الإعدام لتنفيذ القصاص في 4 أشخاص تم اتهامهم بقتل راجل وزوجته للسرقة. 3 من المتهمين كانوا مستسلمين تماما لمصيرهم واعترفوا بالذنب، وكانوا بيتحركوا بهدوء لتنفيذ حكم الإعدام عليهم. الشخص الرابع كان ألكساندر كامبل، رفض الخروج من الزنزانة، فضل يتوسل ويقسم أنه بريء وما قتلش حد. رغم كل توسلاته ومحاولاته لنفي التهم عن نفسه، لكن النهاية المحكمة حكمت بإعدامه. تم سحبه لتنفيذ الإعدام رغما عنه، كان بيصرخ أنه مش عاوز يموت وبيصرخ أنه بريء. وهم بيلفوا حبل المشنقة حوالين رقبته، عمل حاجة غريبة جدا، ضرب الحيطة بإيده فطبعت بصمة عليها، وقال وهو بيبكي أن بصمة إيده هتفضل مطبوعة هنا دليل على براءته. تم تنفيذ حكم الإعدام. العجيب في القصة أن بصمة أو طبعة كف كامبل على الحيطة فضلت موجودة مكانها. إدارة السجن بيقال أنها حاولت تمحوها وكشط الجدار ودهان الحيطة، لكنها كانت بترجع من جديد. موضوع مرعب لدرجة أن إدارة السجن هدت الحيطة وبنت حيطة جديدة بعدها، لكن البصمة ظهرت من جديد. بعد 150 سنة على إعدام كامبل لسه بصمته موجودة على الجدار، لدرجة دفعت المجلس التشريعي لولاية بنسلفانيا لإصدار قرار سنة 2005 بيعتبر إعدام كامبل غير دستوري وظالم. ملفات سرية. وإلى لعنة غريبة. في 2010 في كازاخستان، في قرية اسمها كالاخي، حصلت حادث ما خدش اهتمام كافي. 8 أشخاص من الأهالي وقعوا على الأرض نيام بدون مقدمات، كانوا كويسين، حسوا إن هما نعسانين وعايزين يناموا ووقعوا على الأرض. الشخص بيقع ضحية لحالة من النوم المفاجئ، ونوم عميق لدرجة إنه يعني بيوصل لمرحلة من العمق الغريب. ولما بيجي حد يصحيه بيصحى عادي ويدخل الحمام أو يأكل حاجة بالعافية ويعود للنوم، ولو فضلوا سايبينه نايم ممكن ما يصحاش تاني. الموضوع عد عادي، لكن في 2013 الظاهرة انتشرت وزاد عدد الناس اللي بتنام لوحدها، العدد زاد عن 200 شخص. حتى الحيوانات ما سلمتش من الحالة الغريبة دي. الناس كانت بتبقى فايقة وماشية وبتمارس حياتها، وفجأة يقعوا على الأرض من طولهم نايمين، مجرد نايمين، كأن حد سحب منهم الوعي فجأة. تستمر فترات النوم فترات طويلة ليومين أو 3، وحصل إن في يوم واحد وصل عدد الناس النايمة بدون سبب ل 100 شخص في نفس الوقت. لا في تفرقة في سن ولا جنس ولا حالة صحية، وكلهم نومهم ممتد من ساعات لأيام، لدرجة إن البعض منهم نام 6 أيام متواصلة، نوم عميق هادئ جدا جدا. تخيل كده تبقى ماشي وسايق العربية وفجأة تنام بدون مقدمات. حوادث لعنة النوم انتشرت، والموضوع بدأ ينتشر ويتعرف، والناس بقوا بيقولوا على القرية قرية النوم الملعون. والغريب ان مش بس سكان القرية اللي حصل لهم كده، لكن كمان كان اي حد غريب بيدخل القرية كان بيتعرض لهذه العدوى، زي الالماني بول اللي كان في زيارة هناك واصيب بلعنة النوم واستمرت معاه لحد ما رجع مدينته. كان اوقات بينام لدقائق ويفوق، واوقات تانية كان بينام لايام متواصلة. لكن المصيبة انه دخل في نوبة نوم لمدة سنة، ولما صحي قال ان خلال هذه الفترة كان بيترك جسمه وبيدخل جسم شخص من سنة 3906، وحكى بالتفاصيل الدقيقة احداث عاشها في المستقبل. الموضوع وصل للمختصين اللي بدأوا يدرسوا الحالات، فقالوا ان الشخص بيبقى مش قادر يتكلم، ولو في وقته هيتكلم معاك ويرد على اسئلتك، بس لو سبته ثواني هينام تاني. البعض قال ان هما بيمثلوا، لكن الابحاث والدراسات والفحوصات قالت لا طبعا. بعض الاشخاص الموضوع تكرر معهم اكتر من مرة، وعدد كبير منهم اشتكى من هلوسة وكوابيس، زي طفلين صحي ومرعوبين وبيقولوا ان هما شافوا تعابين وديدان في سريرهم بتاكل في ايديهم وهم نايمين.
اتعمل تحاليل كتير على اللي حصل معهم هذه الحالة، وتم فحص الهواء والمية والتربة والأطعمة بتاعة القرية في محاولة لفهم سبب ظاهرة النوم اللي بيمتد لشهور وسنين، والنتائج كلها سلبية. ملفات سرية. سنة 1950 لعنة جديدة في أحد المدارس الداخلي للبنات في إنجلترا، وفي واحدة من غرف سكن البنات كان في مجموعة من الطالبات متجمعين في أوضة أميلي. قامت واحدة من البنات وقررت أنها تعمل مشروب ساخن وأشعلت الموقد، وبالغلط اتكعبلت في الموقد والنار مسكت في أميلي. طلعت تجري في الممر بين الأوض وهي بتحترق. محدش كان قادر يقرب، الكل خايف ومرعوب وأصيب بشلل. تم نقلها بعد كده لمستشفى الحروق وماتت بعد يومين بسبب الحروق الرهيبة اللي تعرضت ليها. عادي، حادث مأساوي. اللي مش عادي اللي حصل بعد كده. من بعد الحادث كل يوم بالليل البنات في غرف السكن يسمعوا صوت صرخات أميلي. واحدة من البنات جت السكن جديد بعد الحادث وما كانتش تعرف أي حاجة، وسكنت في أوضة في نفس الدور اللي حصل فيه الحادث. لقيوها مغمى عليها في حمام أوضتها. قالت كنت في الحمام لقيت ستارة الحمام بتتجسد على شكل بنت، ولما اتفتحت شفت بنت محروقة وصرخت، وبعدها نور الحمام اتطفى. حادثة تانية بتحكيها واحدة تانية من البنات في نفس السكن، بتقول صحيت على صوت حد بيفتح باب أوضتها، ولما فتحت عينيها شافت قدامها أميلي وكان شكلها بشع، محروقة بالكامل وبعض الأجزاء من لحمها بتتساقط على الأرض. الموضوع ما وقفش عند كده كمان. في بنت تالتة كانت نايمة في أوضتها وسمعت حد بيحاول يفتح الباب وبيحرك مقبض الباب بعنف، وكأن الأوضة مقفولة بالمفتاح. لما صحيت وفتحت الباب وبصت في الممر اللي بين الأوض شافت آثار حرق على الحيطان يمينا ويسارا. البنت اللي مرت بالتجربة دي خافت ودخلت أوضتها وقفلت الباب بسرعة وكلمت الأمن. لقوا إيه؟ لقوا نقش محفور لوش شبيه جدا بوش أميلي على الحيطة. إدارة المدرسة قررت تغيير باب الأوضة بسبب استحالة إن هم يشيلوا النقش من عليها في الوقت ده بالذات في اللحظة دي. ولكن اللي حصل إن النقش بدأ يظهر على الباب، باب في التاني في التالت، والنقش بيتجدد وأصبح وجه إميلي عبارة عن لعنة بتصيب الباب، وصرخاتها مستمرة حتى الآن. ملفات سرية. اللعنات يا جماعة مش شرط إنها تصيب البشر، ممكن تصيب الحيوانات. في اسكتلندا وتحديدا غرب في الغرب في هناك جسر اسمه أوبرتون، تم تسميته بالاسم ده نسبة لاسم لورد صاحب المكان. بس المرعب ان كان اي قط او كلب ما بيمر من فوق الجسر بيجري بدون سبب وبيرمي نفسه من فوق الجسر وينتحر. بالرغم من كل المحاولات المستمرة بداية من الخمسينات والستينات لمعرفة السبب، لكن محدش عارف ليه تقريبا كل سنة في كلب بيرمي نفسه من فوق الجسر من على ارتفاع 15 متر للشلال الماية اللي تحت. الغريب ان بقى الكلاب المنتحرة دايما بتنط من نفس الناحية بس من الجسر. في طقس واضح، جو هادي، مفيش حاجة ممكن تخليه يتزحلق او خلافه. تعرفوا ان هم حطوا كاميرات وشافوا ولقوا ان مفيش اي حد ورا الموضوع. لما الموضوع انتشر في منظمات لحماية الحيوانات والطيور بعتت 2 من الخبراء عشان يدوروا على سبب مقنع وعلمي للي بيحصل يؤدي لانتحار الكلاب والقطط فوق الجسر. بعد شوية فحوصات للمكان المحيط بالجسر والأصوات والروائح، قالوا احتمال يكون هناك بعض روائح الحيوانات الموجودة تحت الجسر هي اللي بتجذب الحيوانات انها تنط. البعض اعتبر التفسير منطقي والبعض قال مش مقنع، وفضل الوضع ده مدة طويلة لحد ما احد الصحف المحلية بعتت مراسل هناك عشان يعمل تحقيق صحفي، وقدر المراسل يتواصل مع شخص اسمه جون. هو رجل عجوز وبيشتغل صياد وعايش في المنطقة دي بقاله حوالي 50 سنة. قال الجسر ده ملعون من سنين طويلة. السبب ان في اكتوبر سنة 1994 كان في ساكن اسمه مارتن رمى ابنه اللي كان عنده اسبوعين من فوق الجسر، وفي نفس الجانب اللي الكلاب والحيوانات بتنط منه. لما اتقبض على مارتن قال انه قتل ابنه لان ابنه هو الشيطان وكان لازم يقتله عشان ما يكبرش، وهو نفسه حاول ينتحر بعدها بس لقيوه وقدروا ينقذوه. اتقدم للمحاكمة وتم اعتباره مريض عقليا.
الخلاصة ان الراجل رمى ابنه من فوق الجسر وقتله بحجة انه هو شيطان او بتحتل جسده ارواح شريرة. لحد وقتنا ده موجود هناك لافتة بتحذر من مرور اي حيوانات هناك، اما البشر فما بيحصلهمش اي حاجة. السبب الله اعلم. صحيح ان اللعنات بتصيب الناس او الاماكن او الاشياء، لكن ممكن تكون موجودة جوا لحن موسيقي. ملفات سرية. البداية في انجلترا لما سامويل حب في عيد ميلاد زوجته انه يهديها هدية مميزة، اشترى لها بيانو علشان تعزف عليه، وخصوصا انها كانت بتحب العزف جدا. بس الغريب ان الزوجة بعد كده ما كانتش بتعزف غير لحن واحد، لحن غريب كئيب تكرره ليل نهار. سامويل اتضايق وطلب منها تغيره، لكنها رفضت وقالت ما بتعرفش تعزف غيره. اشترى لها كتاب فيه نوت موسيقية، طلب تختار لحن منه أو ألحان منه، لكنها فضلت تعزف نفس اللحن الكئيب. وفي يوم سامويل جاله نوبة جنون قتل زوجته بسبب اللحن ده. مسك الفاس كسر راس مراته، وبعدها كسر البيانو. لما فاق من نوبة الجنون ندم على اللي عمله، بس حاول يخفي الجريمة. رمى جثمان زوجته في البحر وقال انها وقعت وغرقت، لكن الشرطة قبضت عليه، بس ما كانش فيه دليل على اللي عمله، وما تمش العثور على الجثمان اصلا، وتم اطلاق سراحه ورجع لبيته. الجيران خلال الفترة دي كانوا بيتجنبوا الكلام معاه والاقتراب منه. محدش عارف ايه اللي حصل بعد المدة دي، لكن اللي حصل ان هو اللي قرر يعترف بجريمته في جواب كتبه وانتحر ورمى نفسه من فوق مكان عالي. فضل البيت مهجور فترة، وكل اللي راح هناك كان بيسمع صوت العزف لهذا اللحن الكئيب. الأهالي قالوا ان هم كانوا بيشوفوا شبح الزوج والزوجة واقفين فوق سطوح البيت، وقالوا ان هم كمان بيشوفوا شبابيك البيت بتفتح وتتقفل لوحدها كل يوم بالليل في نفس الميعاد، وقالوا ان هم بيسمعوا هذا اللحن الكئيب. القصة ما انتهتش لحد كده. بعد مرور 10 سنين جه زوج وزوجة واشتروا البيت والبيانو تم العثور عليه موجود، اللي المفروض انه اتكسر. واللي حصل لزوجة تشارلي حصل للزوجة الجديدة، كانت بتعزف نفس اللحن الغريب. وفي يوم الزوج حصل له برضو نوبة جنون وقتل زوجته بسبب اللحن. ولما فاق قال ان هذا اللحن يردد ترانيم الشيطان وهو السبب فيما فعلته في زوجته.